هزلة منهم الإعفاءات ونقول لكم اللي عنا 112 إعفاء من 2011 حتى اليوم. تصوروا أنتم العدد والكم المهول هذا من الإعفاءات صلب المؤسسة الأمنية مش خلف. 42 أقل من راشدي بدون سبب وكان هدف منه وفرة من المؤسسة الأمنية. نبي الله يعني كتب على المقرين شوف يعني بالنسبة للأخيو على أحياء المؤسسة الأمنية اليوم إلى حد التاريخ بالنسبة للمؤسسة بتاعنا ما زالت المؤسسة مسيطرين على أيادي اللي هي اليوم راهو الحكومة هي اللي تتصرف في وزارة الداخلية بالعكس يعني احنا أعطينا ثقة بالسيد وزير الداخلية اليوم اللي هو السيد وزير هذا جانا مستقل وفرحنا مسؤول كأمين وكمواطنين في قدوم هالرجل هذايا اللي احنا أعطينا فيه ثقة اللي هو جاي بشيخ المؤسسة هذايا فرعنا اليوم اللي قاعدين نشوف التعيينات اللي هي راهو اللي هي تعيينات على مستوى الإدارة العامة من الأسلاك ثلاثة خاصة في وزارة الداخلية راهو اللي هي تعيينات مسقطة وتجي يعني من خارج المؤسسة بمعنى السيد رئيس الحكومة هو اللي يعين وهو اللي يقيل المديرين العامين هذول واحنا نحبوا نكونوا عندنا وزير اليوم هو يكون صاحب قرار وتكون يعني صوت قرار في دوره. ثم قلتوا معناها على أساس الولي الحزبي اللي حركت النهضة. لا احنا كنا الحكومة. الحكومة اللي خاطر اللي عاين هو السيد رئيس الحكومة. فهمت. اللي عاين هو السيد رئيس الحكومة. اللي هو تبع حركة النهضة. الناس كل تعرفوا اللي هو تبع حركة النهضة. وأكثركم بالنسبة للتعيينات. التعيينات اللي احنا قلت لك ما يلزمهاش تكون التعيينات مسقطة وجينا فهمت نحبوا التعيينات تكون على مستوى القيادات الأمنية تكون على مبنية على الكفايات لا على الولايات هذا الشيء اللي اقترحوه احنا على السيد وزير الداخلية باش يكون اللي باش اليوم باش يكونوا فهمت هما رؤسائنا في العمل يلزموا يكونوا ناس محايدين وتكون أعظم الكفاءة لا الولاء الحزبي لأي لون موجود في تونس. قلت في الندوة الصحفية لوزير الداخلية برشا معلومات أمنية مهمة مش قادر توصل له تنجمش تفسر لنا تعطينا في التوضيح والله بالنسبة للظروف يعني داخل وزارة الداخلية اللي راهو اللي احنا كان خبر وطني في وزارة الداخلية وجهنا عديد من الرسائل أو المكاتب للسيد وزير الداخلية كل مرة هو في موضوع يكون موصلتين. احنا اليوم يعني في حرج يعني حتى مع القواعد نتاعنا حكم اللي جينا وضعيات حرجه كسواء يعني وضعيات اجتماعيه او مهنيه او كذلك تتعلق فيها اللي تتعلق بالمشاريع في بعض الحالات. لذا احنا نبهنا السيد وزير الداخليه اللي فما ناس اللي هي ما هياش يعني فهمت تحب له النجاح ما يحبوش النجاح للرجل هذا اللي احنا كما قلت لك يعني فهمت كنا عمليين معاه وكنا له احنا معاه كامن وكذا اللي مش هو مش يخرجنا كما نقولوا من المأزق هذا. تضيعوا الاستقاله تو ولا خليكم؟ احنا لا خيار يعني بالنسبه لنا احنا اما يكون يعني وزير مسؤول عنده قرار ينفرد بالقرار بتاعه يعني فهمت يكون قراره هو ما تكونش قرارات تجينا مسقطه من الخارج حتى لو كانت رئيس حكومه خاطر السيد وزير الداخليه هو الرئيس بتاع كافه المديرين والمديرين العامين. اخر حاجه بالنسبه لتصريحات محرز زي العبيد. بالنسبه للتصريحات بتاع السيد محرز زي العبيد اليوم احنا طلبناها يعني في اثر اصدار البلاغ اللي خرجته النخبه الوطنيه للخوش الداخلي للاعتذار اللي اصدر يعني فهمت عن الصحف او على الفيسبوك بالنسبه لنا احنا مرفوض وبالنسبه لنا احنا يعني طالبوها باعتذار رسمي على الاقل في نفس القناه يعني فهمت الاذاعيه وفي صورتنا اللي هي يعني مش بتصدر احنا سبق هذه في اخر المشكله.